من كلام حضرتك انك بتطالب بتغيير الدكتور ببلاوي ولا الحكومه ككل ولا ايه؟ احنا اذا كانت الحكومه احنا ظل 6 7 شهور والانتخابات البرلمانيه لسه بعد الرئاسيه، فانا صراحه ارى تغييرها عشان عايزين حكومه كفاءه تدير المرحله بكفاءه. واعتقد ان لو مش هيعمل ارتباك ده في توقيت حساس؟ لا، انا اعتقد لو بهذا الضعف في الاداء واستمرارها بهذا الضعف هو اللي هيزيد حاله الارتباك. تقترح مين انه يكون على راس الحكومه؟ مصر مليانه بالكفاءات. ما دي كلمه حلوه وجميله يعني. فيه الوزير الاسكان ده من كفاءات العظيمه جدا. ابراهيم محلب. طبعا طبعا رجل الاداري واكثر ناس شغاله وفعلا كل اثبت له الكفاءه وانه شخصيه ممتازه ممكن تدير الحكومه اعتقد بكفاءه. ممكن كمان الدكتور كمال الجنزوري؟ بس انا اعتقد عامل السن يعني. هو طبعا رجل كفاءه عاليه وعقليه اقتصاديه فذه واثبت نجاحات، ولكن السن ده له حكم يعني. كتر خيره يعني، كتر خيره ان السن ده له حكم. المساله الثانيه من ناحيه هل رشحته اللي هو احمد جمال الدين لرئاسه الحكومه؟ لا لا لا، لم يحدث؟ لا لا لا، ما حصلش. في كلام تردد حول الموضوع. لا، ليس له اصل، انا رئيس الحزب ولكن ما حصلش. انت بتاخد الخبر من منبعه. تمام. لا لا، ما حصلش. جميل. طيب.